السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وطلع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف النهاردة وأصر وكمل عناده على النادي الأهلي والدولة المصرية إن مباراة النهائي بين الأهلي والوداد هيكون في ملعب مركب محمد السادس. أنا ما عنديش مانع إن نلعب في أي مكان في العالم، بس في بعض تحفظات اللي المفروض ان احنا نفهمها ويفهموها للعالم كله، لان الفساد متفشي في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد المصري والاتحاد المصري قبل الافريقي. لما يطلع الاتحاد الافريقي يقول ان ماتش النهائي هيتلعب في ملعب مركب محمد السادس قبل الجولة الاخيرة ما شفناهاش دي، وان يتلعب للمرة التانية على التوالي في المغرب ما شفناهاش في اي دولة في العالم ولا في اي اتحاد في العالم. الاتحادات النظيفة اللي بنشوفها بنشوف الدنيا كلها بنعرف ملعب النهائي قبل البطولة نفسها، قبل البطولة ما تبتدي. لكن الفساد اللي احنا شفناه لا. بس هنرجع ونقول العيب كان علينا احنا من الاول، ولما يطلع كمان الكبيرة يطلع هنا بريدة عضو الاتحاد الافريقي مصوت بصوته ومد صوته للمغرب ان يتلعب الماتش النهائي هناك، لا، في علامات استفهام. عايزين نفهم انت مع مين، انت مع ولا ضد، وفي اي اتجاه بتلعب ولصالح مين. يعني لو كن يعني انا لو شايف ان واحد زي هنا بريدة عنده كرامة ويطلع يوضح الحقائق دي كلها للناس، ان كان هو ولا وليد عطار يتكلموا بصراحه يقولوا ويعرفوا. الاهلي ما عندوش مانع انه يلعب في اي مكان في العالم. وكم مره خدنا البطوله بره خارج القاهره؟ الاهلي قدها الحمد لله، الاهلي قدها. لكن منظومه الفساد موجوده، والعند والاصرار على تفشيل النادي الاهلي موجود. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله الاهلي كبير بجمهوره بادارته بلاعبته بجهازه، ما بيقفش على حد، صدقوني والله ما بيقف على حد. ولو راحت البطوله مننا، يعني حتى لو راحت البطوله كمان مننا احنا مش هنزعل، لان احنا شايفين هي راحه في اتجاه معين، راحه في اتجاه بعينه رايحة فين بالظبط؟ من قبل النهائي ما يتلعب، صدقوني والله من قبل النهائي ما يتلعب. يعني الجمهور الاهلي والجمهور المغربي كلنا اخوات، كلنا اخوات. بس كمان لما تيجي دلوقتي تلاقي بعض الفيديوهات الموجودة لفاروق جعفر بيتكلم فيها عن فساد الحكام لصالح الفرق المصرية، يعني موجودة عندهم في جميع الصفحات دلوقتي، موجودة ومعلقين عليها وماسكين فيها. يقول لك لا ده الاهلي والزمالك يا عم اسكت، اهلي ايه والزمالك ايه اللي بيكسب الحكام؟ طيب انت في الزمالك خدها كم مره الزمالك؟ يعني بتقول فساد الحكام. نفسي كل حد مسؤول قبل ما يتكلم كل كلمه يكون واثق فيها وعارف معناها، لانها بتوصل في ناس بتفهمها غلط وفي ناس بتفهمها. يعني انا ما اعرفش كان ايه اللي في دماغه وهو بيتكلم الكلام ده. فاروق جعفر مش صغير، فاروق جعفر مش صغير. يقول لك الفساد، لا ده الفساد عندكم انتوا، لا مش عندنا والله. الفساد مش في المنظومه عندنا، مش في اداره النادي الاهلي وفي اللعيبه. عمره ما كان موجود، يعني عمره ما كان موجود. طبعا احنا مستنيين قرار المحكمه الرياضيه الدوليه ان شاء الله باذن الله ينصف الاهلي. انا نفسي ينصف الاهلي، يتلعب في ارض محايده. وبيني وبينك الارض ونلعب، واللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك وبطوله وعدت تمام. وكل فريق بعد خساره او بعد هزيمه هيكمل وهيشوف مشواره الرياضي، لانها مش هتقف. لكن احتقان الجماهير اللي احنا شفناه من بعض الاعلاميين
الموجودين في الساحة الرياضية إن كان موجودين في مصر أو كان الموجودين في المغرب، ما ينفعش ما ينفعش. لما يطلع وليد الركراكي يتكلم من بعد المباراة، يتكلم يقول لك ده بيترو أتلتيكو أقوى من الأهلي وفاق سطيف، لا يا عم أقوى إيه؟ يقول ده كان هيكسبهم، يكسب مين يا عم؟ يكسب مين؟ أنا ما أعرفش بعض التصريحات دي هل بتكون معه أو ضد أو هزيان ما تفهمش، بس حلو التصريحات دي، يعني أنا بحب التصريحات دي، لأن أي حد بيتكلم في التصريحات دي صدقني بتيجي عليه مش معاه، يعني والله بتيجي عليه مش معاه، ما بتجيش معاه أبدا أبدا. نفسي كل فرقة تفكر قبل ما أي حد فيها يتكلم أو ياخد قرارات، إن ملايين ملايين العالم بتشوفها، والكلمة بتنفع والكلمة بتضر. أنا بتمنى بس الفترة اللي جاية دي نعدي على خير إن شاء الله. الأهلي عنده ماتش بكرة مع البنك الأهلي، طبعا في بعض الإصابات اللي بتمنى لها الشفاء إن شاء الله الفترة اللي جاية دي، ونشوف النادي الأهلي كما كان وكما شفناه قبل كده في جميع البطولات. الأهلي فريق كبير يا جماعة، ويستحق مننا أكتر من كده، نستحق نقف جنبه ونسنده وندعمه. وكمان طبعا في حاجة أنا حابب أتكلم فيها، طبعا جميع السوشيال ميديا وجميع الدنيا كلها اتكلمت فيها على رحيل موسيماني. طبعا البعض اتكلم ان موسيماني هيروح ريال القطري. ريال القطري يا جماعة الخير احنا ما نعرفش، يعني كل يعني الناس دي كلها كل واحد بيستنتج وبيتكلم كلام، احنا لسه ما نعرفش حاجة، ما نعرفش حاجة وما نعرفش الدنيا ماشية ازاي. يا استاذ الفاضل عايز تمشي اتفضل، اتوكل على الله، الباب مفتوح. مش انت اللي عملت النادي الاهلي، مش انت اللي عملت النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي اللي بيضيف لاي حد ايا كان، من لعيب لمدرب حراس مرمى لكله، يعني ما بيسيبش حد الا ما بيضيف ليه. فانا بتمنى اشوف، يعني ان كان الكلام ده صحيح او ان كان مغلوط، لان بعض الكلام طبعا دلوقتي بيقول لك ايه، استنوا في مفاجاه بعد نهائي افريقيا. لا ما نستناش الافريقيا عادي، ما الدنيا كلها عارفه. اه والله فلان علان محمد ابراهيم، اه والله عقده خلاص انتهى، خلاص هيمشي، مفيش مشاكل. وان كان الكلام ده صحيح والكابتن محمود الخطيب على علم بالكلام ده فيطلع يوضح، مفيش مشاكل انه يطلع يوضح. عمر النادي الاهلي ما هيقف على مدرب ولا لعيب، عمرنا ما هنقف على لعيب ولا على مدرب، يطلع يوضح الحقيقة كلها. بس المشكلة انه جه في وقت انه ما ينفعش ان يعني نتكلم فيه، احنا عايزين يعني نساند وندعم الفريق في المرحلة اللي جاية دي كلها، احنا عايزين ندعم الفريق المرحلة اللي جاية دي. عندنا كم ماتش قبل النهائي، لازم الاهلي باذنك انت يا رب ان شاء الله يحقق فيهم الثلاثة بونت عشان يرجع ويعلى ونكون اول الدوري باذن الله. ونشوف بقى نكمل، نشوف بقى الماتش الوداد دوت الاهلي يعني بتفكير موسيماني هيعمل ايه. وان شاء الله احنا مستنيين طبعا ان الاهلي قدم الاوراق كلها للمحكمه الدوليه، يعني عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي معاهم، لان الحكام دلوقتي العامل الرئيسي في تفشيل الاهلي بعد الاتحاد الافريقي هو الحكام. طبعا ندالة ونضاي وبكاري جسامة التلاتة بسم الله ما شاء الله. شفنا ماتش الرجاء، لعبنا ماتش الرجاء هناك في المغرب يا راجل، شوط تاني ما ناخدش فيه ولا فاول، والله ولا فاول، ما خدناش ولا فاول. طيب الاهلي يعني انا مش فاهم الاهلي هيلعب هناك ازاي؟ قول لي هيلعب هناك ازاي؟ خلاص لعبنا، هات لي حكام صفوة، الدوريات الأوروبية موجودة ومليانة، حكام الفار نفسها لازم تجيب حكام، يعني ناس تلعب تاخد حقها، مش ناس تلعب
وابص الاقي زي ماتش الرجاء مفيش ولا فاول ولا فاول ولا فاول واحد في الشوط الثاني. يعني ده انا ما شفتهاش في الدنيا دي والله، والله ما شفتها خالص يعني. ده ولا دورة رمضانية يعني، لا ما فيش في الكلام ده، مفيش. بتمنى ان شاء الله الفترة دي تعدي على خير، والاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله بكره، وما يفرقش معانا حكام ولا الاتحاد الافريقي. الاهلي ان شاء الله قدها وقد المسؤوليه، ولاعيبه هتكون رجاله ان شاء الله، وهندعمها وهنقف معاها على الحلوه وعلى المره معاها. الاهلي طبعا دايما معودنا على المكسب ومعودنا على الفرحه، الحاجه الوحيده اللي بتفرح الشعب المصري كله، ومش الشعب المصري كله صدقوني يا جماعه والله، ده يمكن العالم العربي كله، يمكن ما فيش نادي في افريقيا ولا في العالم كله بتعمل له كذا اسم في جميع الدول العربيه زي ما احنا شايفين النادي الاهلي. اسمه كبير واسمه عريق واسمه هيفضل وهيفضل النادي الاهلي، النادي الاهلي مفخرتنا حبنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. سلام عليكم.